من جانبه أوضح عمرو أبو الخير المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة السلة هدف الفراعنة الأساسي خلال تصفية مونديال الصين، مؤكدا أن طموح الحصول على ميدالية لا يزال مبكرا. عندنا ثقافة شوية مختلفة شوية، ان احنا تأهلوا كاس العالم او الفوز لكاس العالم او الوصول الى ميدالية في كاس العالم، احنا لسه لم نرتقي ونصل لهذا المستوى. خلينا نكون صراحة، الناس ديت كلها محترفة، احنا لسه لاعبتنا احتراف داخلي انا بعتبره هواة. هدفنا الرئيسي اللي هو الوصول لكاس العالم عشان يكتسبوا خبرة ونقدر نكون كل ما هنتواجد في كاس العالم اكتر واكتر، كل ما اللعيبة هتزداد خبرة ممكن احنا بعد كده نحصل على الميدالية ان شاء الله.